في ثاني جدول ترتيب هذه المجموعة بخمس نقاط، ويسعى للوصول إلى النقطة الثامنة من خلال هذه المباراة ومن خلال هذه المواجهة الثانية بين الفريقين في هذا الموسم، بعد مباراة جمعت فيما بينهم على مستوى بطولة الدوري وانتهت بفوز الريان بهدف مقابل لا شيء. تشكيلة الفريقين في هذه المباراة، الريان كالعادة بالأسماء الحاضرة بتشكيلة تضم سعود مبارك، محمد علاء، عبد الرحمن الكربي، تباتا، محسن متولي، غونزالو فيرا، سباستيان سوريا، دانيال جومو، محمد كسولة، وبارو بابو، وزياد علي. بينما تشكيلة أم صلال في هذه المباراة، باسل زيدان، عمر يحيى، رامي فايز، إسماعيل إبراهيم، عادل رحيلي، جواد حناش، بزمان خوبياري، إبراهيم أنداي، علي محمد، ماهر يوسف، ومبارك البريك. هذه تشكيلة الفريقين في هذه المباراة، الفريقين اللي بيقدمون موسم أكثر من رائع حتى الآن. أم صلال في المركز الخامس على مستوى بطولة دوري نجوم كيو أم بي، والريان بفارق نقطة عن المتصدر نادي إدحيل، وبالتالي موسم رائع للفريقين بكل تأكيد. الريان يريد أن ينهي هذه المباراة متفوقا، لكن في المقابل أم صلال ليس على الإطلاق بذلك الخصم السهل، شاهدنا ذلك في كل مبارياته من خلال هذا الموسم. فريق يقدم كرة قدم جميلة، وفريق تشعر بأنه ثابت في مستواه من مباراة لأخرى، حتى أن المدرب والسيد محمود جابر نراه ثابت على التشكيلة دائما، لا يجري تغييرات عديدة على مستوى التشكيل الفريق، وهذا دليل على أنه راضي كل الرضا عما يقدم من جانب صقور برزان في هذا الموسم. الكرة بتلعب لغونزالو فيرا. إذن كما ذكرت، الريان ثلاث جولات في بطولة كاس كيو اس ال وبتسع نقاط، وبالتالي الفوز في كل المباريات، ويسعى لأن يحقق ذلك في هذه المباراة في الجولة قبل الأخيرة لبطولة كاس كيو اس ال. الكرة تصل لإبراهيم أنداي في الجهة اليسرى لصالح أم صلال. إبراهيم أنداي بيعيد الكرة في الطرف الأيسر، عرضية عالية لكن المحاولة ما زالت خطورتها مستمرة لأم صلال، البحث عن العرضية في هذه الكرة والكرة تبعد، ما زالت المحاولة مستمرة وقائمة، مباراة متوقع لها بأن تكون مفتوحة من الجانبين، مباراة متوقع لها بأن تكون هجومية من الطرفين، وهي الميزة والعنصر المشترك فيما بين الريان وأم صلال في كل المباريات، شاهدنا ذلك من خلال هذا الموسم. الكرة بتلعب، تبعد من أمام تباتا، والكرة فيها خطأ يحتسب لصالح نادي الريان. انتصار على الأهلي 2-0، على السد 5-1، وعلى المرخية 5-2، هكذا كانت نتائج نادي الريان من خلال هذا الموسم على مستوى بطولة كاس كيو اس ال. واليوم الريان يلعب المباراة رقم 29 له على مستوى مشاركاته في هذه البطولة، عنده 28 مباراة سابقة، 14 حالة فوز، 6 تعادلات و8 خسائر، ويسعى لتحقيق الانتصار 15 من خلال هذه المباراة. جواد حناش، الكرة تعود للخلف في الطرف الأيسر لكن الكرة بعيدة جدا، والكرة تحولت بعد ذلك إلى رمية تماس لصالح نادي الريان. الرهيب اللي بدأ طبعا في هذا الموسم من خلال هذه البطولة، يعني منذ أول مباراة شاهدنا السيد مايكل لاودروب الجدية الواضحة منذ المباراة الأولى، المشاركة بأبرز الأسماء بكل الأسماء، على عكس بعض الفرق التي تلعب بالصف الثاني أو يعني بالعناصر اللي لا تحظى بالفرصة المشاركة على مستوى بطولة الدوري. لكن الريان ثابت ويسعى اليوم بكل تأكيد من أجل أن يحقق الفوز المهم الذي يضمن له مقعد في الدور نصف النهائي لبطولة كاس كيو اس ال. الكرة في منتصف الملعب، ترسل في الجهة اليمين، الكرة بتعود في منتصف ملعب المباراة، عبد الرحمن الكربي بيعيد الكرة لغونزالو فيرا اللاعب الأوروغواياني، لمحسن متولي المايسترو في خط الوسط النجم المغربي،
وبكل تأكيد طبعا نبارك لمنتخب أسود الأطلس، المنتخب المغربي ومنتخب نسوري قرطاج، المنتخب التونسي للوصول للمونديال روسيا في ليلة عربية خالصة، وفي ليلة بكل تأكيد عاشت فيها الجماهير التونسية والمغربية الفرحة الكبيرة بالتأهل لأكبر تظاهرة كروية على مستوى العالم. كرة في منتصف الملعب للريان، ما زالت المحاولة مستمرة تبعد من جواد حناش، الكرة المرتدة لأم صلال، محاولة المرور، لمسة أقصى الطرف الأيسر، يا سلام على التمريرة، الكرة في الجهة اليمين، هذه محاولة ربما يتم استغلالها بشكل ممتاز، بزمان خوبياري بيحاول الكرة معاه، بعيدة في الجهة اليمين، عرضية عالية لكن بعيدة، وبالتالي الكرة وصلت سهلة عند اللاعب عمر يحيى. كرة ملعوبة. المباراة القادمة طبعا في الجولة الأخيرة للريان على مستوى هذه البطولة ستكون أمام النادي العربي، وهي أيضا نفس المواجهة التي ستجمع الفريقين في الجولة القادمة على مستوى بطولة الدوري الريان والعربي في مباراة بكل تأكيد من الزمن الجميل في كرة القدم القطرية. الكرة بتلعب في منتصف ملعب المباراة، جواد حناش بيحاول يتقدم، أكبر لاعب في أرضية الملعب جواد حناش 39 سنة، ثقل وخبرة كبيرة جدا في الخط الخلفي. أم صلال واحد من أقوى خطوط الدفاع على مستوى بطولة الدوري، ثبات كبير في قلبي الدفاع، جواد حناش وعادل الرحيلي اللي تواجدوا مع أم صلال منذ أول مباراة في هذا الموسم وحاضرين في كل المباريات لإعطاء الإضافة الكبيرة بكل تأكيد للخط الخلفي في تشكيلة نادي أم صلال. خطأ يحتسب للريان، تباتا على التنفيذ، كرة من مسافة بعيدة، القائد تباتا في كرة من مسافة بعيدة وهو يجيد التعامل مع مثل هذه الكرات، تباتا يتقدم بيسدد والكرة تصطدم في حائط الصد، المحاولة ما زالت مستمرة بتعود مرة أخرى، الريان يستحوذ، الريان يسيطر في هذه اللحظات، له الأفضلية من خلال هذه الدقائق، سباستيان سوريا الكرة العرضية العالية، غونزالو فيرا والمتابعة لكن الكرة تبعد من مدافعين مصلال، ما زالت المحاولة مستمرة، شوف الضغط والبداية الهجومية التي يلعب بها الريان في هذه المباراة بل في هذا الموسم بشكل كامل، ويبدو بأن الرهيب في هذا الموسم سيكون منافسا إلى الجولات الأخيرة ولن يبحث سوى عن أن يكون على قمة جدول الترتيب في الجولات القادمة، موسم رائع جدا وموسم يعيد بكل تأكيد إلى الأذهان الريان الذي تعودنا عليه دائما كفريق وطرف منافس في كل مشاركاته وأينما ذهب وفي كل تواجد حتى ليس على مستوى فقط بطولة البطولات المحلية بل حتى على مستوى المشاركات الخارجية. الكرة تحولت إلى ضربة ركنية، 8 دقائق على بداية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء أحبتي الكرام، والنتيجة حتى الآن هي التعادل السلبي بين الفريقين، الريان له الأفضلية والضغط وسيستمر في ذلك إلى أن يجد الشباك. الكرة بتلعب، عرضية عالية تبعد تعود مرة أخرى، تباتا بيحاول يرسل كرة لغونزالو فيرا لكن خروج موفق من حارس المرمى باسل زيدان اللي بدوره يرسلها للأمام، هذه كرة في الجهة اليمين، محاولة الآن لأم صلال يستفيد منها بزمان خوبياري والكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، رمية تماس لصالح نادي أم صلال. ثلاث مباريات طبعا أم صلال في بطولة كاس كيوسيل، التعادل في المباراة الأولى 1-1 أمام العربي والتعادل في المباراة الثانية 2-2 أمام النادي الأهلي والفوز على السد بهدفين مقابل هدف. لدينا كرة ومحاولة ما زالت مستمرة لكن الكرة تبعد بتعود مرة أخرى في منتصف الملعب، محاولة الآن لأم صلال، الفريق الذي يلعب كرة هجومية والفريق الذي يقدم مستوى أكثر من رائع، الكرة وصلت في الجهة اليمين عرضية والكرة سهلة في النهاية عند حارس المرمى،
سهلة عند حارس المرمى سعود مبارك اللي بدوره يرسلها لتباتا. تباتا يرسل كرة للأمام، سباستيان سوريا في هذا المكان خطير. سباستيان سوريا بيحاول، سوريا الكرة معاه يتقدم، ما زالت المحاولة الريانية مستمرة، تنقل في اليمين والتسديدة، لكن الكرة بعد ذلك تحولت إلى ضربة ركنية. شوف كيفية تنفيذ الكرة المرتدة، كيفية التعامل مع الكرة المرتدة، نقل الكرة المرتدة بهذه السرعة، وهذه الكرة اللي استفاد من خلالها الريان ضربة ركنية. تسديدة اللاعب دانيال كومو، والكرة بعد ذلك تحولت إلى ضربة ركنية للرهيب. تباتا على التنفيذ، تباتا على تنفيذ الضربة الركنية، كرة بتلعب عالية وبعد تعود مجددا لمحسن متولي. محسن متولي يرسل كرة للأمام ناحية غونزالو فيرو، والكرة تبعد، تبعد من جواد حناش. تراجع واضح من جانب لاعبي أم صلال، وضغط يتواصل من جانب لاعبي نادي الريان من خلال الدقائق التي مرت في هذا الشوط الأول من المباراة. أول 10 دقائق فيها ضغط مستمر من جانب الريان، وفيها أفضلية واضحة للرهيب، ويقابلها طبعا اعتماد على الكرات المرتدة من جانب لاعبي نادي أم صلال. محسن متولي، الكرة لتباتا، تباتا في منتصف الملعب، تعود لمحسن متولي مجددا، نقلة في الجهة اليمين، محاولة للرهيب سباستيان سوريا. تباتا، الله، لو اكتملت هذه تباتا لكانت واحدة من أجمل اللقطات الريانية في هذا الموسم. شوف الكرة الراسية من سباستيان سوريا، وشوف تباتا باكورد والأروع، الطريقة الأصعب لكي يسجل بها أي لاعب في كرة القدم، لكن لا يفعلها سوى الموهوبين، ولا يفعلها سوى اللاعبين ذو الوزن الثقيل والكبير يا تباتا. لكن الكرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى. الكرة بتعود مرة أخرى لأم صلال، تبعد من محسن متولي، سيطرة على منطقة وسط الملعب واضحة من جانب لاعبي نادي الريان. هنا كرة مرتدة تبعد من أمام بزمان خوبياري، كرة تحولت إلى ضربة ركنية لصالح نادي أم صلال. هذا هو غونزالو فيرا، اللاعب الأوروغوياني القادم من نادي بينارول الأوروغوياني، أحد الأندية الكبيرة والعريقة هنالك في الأوروغواي. الكرة تحولت إلى ضربة ركنية لصالح أم صلال، ركنية. بزمان خوبياري يرسل كرة عالية، والكرة تبعد، ترسل للأمام مجددا، تسديدة من مسافة بعيدة لكن حارس المرمى ممتاز، تسديدة مباغتة ولكن حارس المرمى ممتاز في التغطية وفي الوقوف بشكل صحيح، وبالتالي تمكن من أن يوقف كرة خطيرة جدا لصالح نادي أم صلال. كرة ترسل للأمام، إذا كما ذكرت 9 نقاط، الفوز يعني النقطة رقم 12 للرهيب، ويعني الوصول للدور نصف النهائي كأول الفرق الواصلة من هذه البطولة، بطولة كأس كيوسل في المجموعة طبعا الثانية اللي يتصدرها نادي الريان. غونزالو فيرا، الكرة تعود من جديد في منتصف الملعب للخلف، محسن متولي، مونديال تاريخي مع الرجاء البيضاوي المغربي في بطولة كأس العالم للأندية لمحسن متولي. الكرة ترسل للأمام في الجهة اليسرى، محاولة للريان ما زالت مستمرة، لمسة للأمام لكن الكرة لم تصل بالشكل الصحيح، وبالتالي الكرة تعود مرتدة. جواد حناش وصلت في الجهة اليسرى، محاولة للريان تبعد، بتعود من بزمان خوبياري، بزمان بيحاول بمشي كرة للأمام، بزمان خوبياري يقود هجمة مرتدة لصالح أم صلال، لمسة للأمام، راية وتسلل، راية وتسلل على ماهر يوسف
الذي لا يبدأ بشكل أساسي في كل المباريات لكنه يبدأ أساسيا في هذه المباراة، وبلا شك بأن محمود جابر يعتمد عليه بشكل كبير في الخط الأمامي في تشكيلة نادي أم صلاط. سلامات للاعب الرياني غونزالو فيرا الساقط على أرضية الملعب. هذه الكرة اللي سقط طبعا من خلالها غونزالو فيرا. ثلاث مباريات مهمة في هذا المساء، هذه المباراة اللي أمامك بالإضافة إلى العربي والسد والأهلي والمرخية على أن تستكمل مباريات هذه الجولة من بطولة كأس كأس اليوم الغد بلقاءات الأخريطيات والغرافة والخور وقطر والسلية ودحيل. الكرة تعود في منتصف الملعب لصالح نادي أم صلال. إبراهيم أنداي بيعيد الكرة للخلف، لمسة ونقلة للأمام، بتعود الكرة لمحسن متولي. دانييل غومو عادت لكاسولا. غونزالو فيرا تحضير وبناء هجمة للرهيب. الكرة ترسل للأمام لكن تبعد، عادت مجددا. محسن متولي في منتصف الملعب، البحث عن البداية والبحث عن هدف المباراة الأول من جانب لاعبي نادي الريان، وبالتالي الضغط الذي يستمر ويتواصل في هذه المباراة. غونزالو فيرا، محسن متولي في منتصف الملعب، محسن متولي يرسل كرة الأمام سباستيان سوريا كنترول. الكرة تبعد من أمامه. جواد حناش بيعيدها للخلف. إسماعيل إبراهيم، كرة ملعوبة عادت مجددا. طبعا مباريات الجولة القادمة في بطولة دوري نجوم كيو ام بي يوم 18 من هذا الشهر، وبالتالي ما زال هنالك وقت وفرصة للفرق التي يعني بكل تأكيد استفادت من أخطائها في الجولات الماضية، وبالإضافة إلى أن بكل تأكيد يعني مسألة التوقف بطولة الدوري أمر مهم جدا لتصحيح الأخطاء والعودة مجددا إلى المسار الصحيح. لدينا كرة الآن للرهيب سباستيان سوريا. سوريا بيحاول، ما زالت الكرة مع سباستيان سوريا، بعيد الكرة لمحسن متولي. محسن متولي ينقل كرة في الجهة اليمين لكن تبعد. إبراهيم أنداي يحاول يمر. جواد حناش نقلة ممتازة في الجهة اليسرى لصالح نادي أم صلال. إبراهيم أنداي نقلة في الجهة اليمين بزمان خوبياري. خوبياري يتقدم، يمر، خذوات ممكن، لكن الكرة في النهاية فيها خطأ يحتسب لصالح الريان. خطأ يحتسب. لم نشاهد محاولات وفرص حقيقية من جانب لاعبي أم صلال. أم صلال بالمناسبة يخوض اليوم المباراة رقم 31 على مستوى مشاركاته في بطولة كأس كيو اس ال، عنده 30 مباراة سابقة، 13 حالة انتصار، 7 تعادلات و10 خسائر. محسن متولي تغيير اتجاه اللعب أقصى الجهة اليسرى بشكل ممتاز عند اللاعب زياد علي. زياد بيحاول يرسل كرة سباستيان سوريا، يتوقع أخطاء المدافعين لكن تبعد من أمامه. تعود مرة أخرى. جواد حناش بيخلص. إبراهيم أنداي شوف الضغط على حامل الكرة. البريس المتواصل من جانب لاعبي نادي الريان، وهذه الميزة التي بكل تأكيد باعتقادي بأنها ساعدت الريان كثيرا في هذا الموسم، ووضعت الآن في وضعية الفريق اللي يتواجد في المركز الثاني على مستوى بطولة الدوري كما ذكرت بفارق نقطة عن دحيل، وسيكون منافسا قويا جدا لفريق دحيل وللسد وللفرق التي تتواجد في رباعي أو المربع الذهبي في بطولة الدوري. في كل موسم يشارك فيه الريان فهو مطالب بأن يكون بطل لإحدى البطولات، فالأمر ليس بيديه بل بيد تاريخه. تاريخه يفرض عليه ذلك،
يفرض عليه بأن يكون منافسا في كل موسم. الكرة بتعود للخلف لصالح حارس المرمى سعود مبارك. كرة بتلعب في الجهة اليمين بتعود لمحسن متولي كسولة عبد الرحمن الكربي غونزالو فيرا لمسة الأمام سباستيان سوريا. سوريا بيحاول لكن أبعدت من أمام سباستيان سوريا والكرة فيها خطأ يحتسب لصالح نادي الريان. نصل معكم أحبتي الكرام متابعينا عبر قنوات الكاز إلى الدقيقة 19 ونقترب من أول ثلث ساعة في هذا الشوط الأول من المباراة، والنتيجة كما هي واضحة أمامك سلبية حتى الآن. محسن متولي يتقدم سباستيان سوريا لمحسن متولي مجددا نقلة في اليمين الكرة تبعد عادت للخلف بزمان خوبياري الكرة تعود مجددا. مباراة حتى الآن تلعب من طرف واحد من فريق الريان الذي يسيطر. تدخل قوي وبطاقة صفراء ستظهر على عادل الرحيلي. بطاقة صفراء تظهر على عادل الرحيلي بعد تدخل على سباستيان سوريا في هذه الكرة. خطأ كرة من مسافة بعيدة ما زال البحث مستمر وجاري عن هدف المباراة الأول في هذا اللقاء على التنفيذ دائما تباتا خلف هذه الكرة من هذه المسافة. حكم المباراة يطالب اللاعبين بالرجوع طالب حائط الصد. تباتا على التنفيذ كرة من مسافة بعيدة وحارس المرمى يعطي التعليمات لحائط الصد. كرة على بعد 30 متر نشاهد ونتابع. تباتا يتقدم يرسل كرة للأمام ناحية سباستيان سوريا لكن الكرة تبعد تعود مرة أخرى مرتدة لصالح مصلال. كرة في اليمين عادت مجددا انطلاقة وتقدم بشكل سريع من جانب لاعبي نادي مصلال. عادت في الجهة اليمين تبعد من أمام إبراهيم أنداي والكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس رمية تماس بازمان خوبياري يرسل كرة في الجهة اليسرى لصالح نادي مصلال. انطلاقة وتمرير كرة للأمام لكن الكرة تصل لغونزالو فيرا. تباتا بيحاول تباتا الكرة معاه كنترول ممتاز مرور أجمل لكن تبعد من تباتا تعود إبراهيم أنداي. تمريرة بشكل فيها تسرع واضح وكبير جدا وبالتالي الكرة كانت بعيدة والكرة تعود مجددا للريان. كرة تنقل للأمام عند اللاعب بارو بابو يرسل كرة بعيدة جدا والكرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. هذا هو طبعا عبد الرزاق حمد الله الذي لا يبدأ أساسيا في هذه المباراة وهو هداف الريان في هذا الموسم بينما هنا الأسطورة الدنماركية الكبيرة لاودروب. الدنمارك التي انتهت مباراتها هنالك في كوبنهاغن امام ايرلندا بالتعادل السلبي بدون اهداف في ذهاب مباراه الملحق الاوروبي المؤهل لبطوله كاس العالم. كره بتلعب للامام تعود في منتصف الملعب لا خطوره تذكر. كرة بتعود من غونزالو فيرا. الريان من 10 مباريات في هذا الموسم
في بطولة الدوري، وفي هذه البطولة خسر مباراة واحدة فقط، وهذا رقم ممتاز بكل تأكيد. الخسارة اللي كانت أمام الدحيل 5-3 في بطولة الدوري، تلك الخسارة هي الوحيدة التي تعرض لها الريان في هذا الموسم. محسن متولي، الكرة للأمام ترسل لكن لم تصل، تعود مرة أخرى. عادل الرحيلي، عادل الرحيلي في منتصف الملعب، تغيير اتجاه اللعب أقصى الجهة اليمين. يا سلام على استلام رائع جدا، لكن ردة الفعل من تباتا وتمرير كرة للأمام، محاولة ريانية في هذا المكان وانطلاقة، ولا التأخر بشكل كبير، وبالتالي الكرة تقطع وتعود مرة أخرى لأم صلال. إبراهيم أنداي بعيد الكرة الخلفي بزمان خوبياري، إسماعيل إبراهيم، إبراهيم أنداي، كثافة عددية واضحة في خط الوسط وأغلاق كل المنافذ من جانب لاعبي نادي الريان. غونزالو فيرا يرسل الكرة للأمام، تبعد من أمام جواد حناش، تعود مرة أخرى لإبراهيم أنداي، نقلة في اليمين جواد حناش، تغير اتجاه اللعب أقصى الجهة اليسرى لصالح أم صلال، لم تصل، تعود لتباتا. الله على اللمسة المرتدة للريان، الكرة للرهيب سباستيان سوريا، والهدف الأول يضيع، الهدف الأول يضيع من سباستيان سوريا. كرة مرتدة سريعة رائعة جميلة من جانب لاعبي نادي الريان، شوف التمريرة الذكية وشوف التحرك السليم من قبل سباستيان سوريا، والكرة مرت بجوار القائم الأيمن والكرة تحولت إلى ركلة مرمى. سباستيان سوريا من نوعية المهاجمين ذو القيمة الكبيرة جدا، لاعب يخلق لنفس المساحة في خط المقدمة، وبالتالي يعطي الأريحية للاعبي خط الوسط. كرة بتعود مجددا لأم صلال، المباراة الرابعة لكلا الفريقين في بطولة كأس كيو اس ال. أحبتي الكرام، أم صلال والريان، والنتيجة حتى الآن التعادل السلبي بين الفريقين. إبراهيم أنداي يقود الهجمة المرتدة، تبعد من كسولة، والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. رمية تماس تنفذ، بازمان خوبياري، الكرة عادت للخلف مجددا. إبراهيم أنداي بيحاول أن يمر، ممتازة التمريرة لكن تغطية دفاعية، والكرة بعد ذلك أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. رمية تماس لصالح نادي أم صلال، الفريق الذي يحاول ويستمر بكل تأكيد في محاولات القليلة جدا حتى الآن حقيقة في هذا الشوط الأول من المباراة. رمية تماس تنفذ، سباستيان سوريا يرسل الكرة للأمام، تقطع. إبراهيم أنداي بيحاول، كرة بتعود للخلف لحارس المرمى. لكن لو سجل أم صلال في كرة من خارج المنطقة أو في كرة مباغتة، باعتقادي بأن الأمور ستكون صعبة نوعا ما على الريان، لأن أم صلال فريق يعني عنده خط دفاع قوي جدا، وليس من السهل على الإطلاق أن يتم اختراق خط دفاع نادي أم صلال. اعتماد على الكرات المرتدة، خطف هدف وبعد ذلك التراجع، هذا ما يفكر به أم صلال، وأيضا يفكر به السيد محمود جابر مدرب الفريق. نقترب أحبتي الكرام متابعينا عبر قنوات الكاس إلى النصف ساعة الأولى في هذا الشوط الأول التي مرت سريعة في هذه المباراة. هنا الإعادة للكرة اللي كان فيها مطالبة بخطأ، غونزالو فيرا، محسن متولي في منتصف ملعب المباراة، محسن متولي يرسل الكرة لتباتا، تباتا يتقدم، تباتا في الجهة اليسرى للرهيب،
انطلاقة ومحاولة المرور، الكرة العرضية العالية حتى بات لكن تبعد، المحاولة ما زالت قائمة ومستمرة للريان، التسديدة والكرة تبعد تعود لمحسن متولي، محسن متولي يحاول أن يتولى الأمر في هذه الكرة، تباتا والمطالبة بركلة جزاء بداعي لمسة اليد، لكن حكم المباراة كان أقرب من الجميع، والكرة المرتدة لأم صلال، الانطلاقة السريعة من ماهر يوسف أمام غونزالو فيرا، لكن الكرة بعد ذلك تحولت إلى رمية تماس. الكرة تحولت إلى رمية تماس، عودة سريعة وممتازة كانت من غونزالو فيرا. رمية تماس تنفذ، الكرة تصل لإبراهيم أنداي، إبراهيم أنداي بيعيد الكرة الخلف لكن بشكل خاطئ، وبالتالي الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. الملاحظ أن لاعبي أم صلال يعني يقطعون الكرة من لاعبي الريان لكن سرعان ما يفقدون الكرة. كرة ترسل للأمام في منتصف الملعب للرهيب، نقلة للأمام خطيرة والكرة تبعد بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. كرة ملعوبة للريان، عرضية عالية تبعد لتعود مجددا للاعبي أم صلال، نقل كرة للأمام في منتصف ملعب المباراة، تغطية ممتازة من غونزالو فيرا، تعود مجددا تباتا بيحاول لكن الكرة تبعد. إبراهيم أنداي في الجهة اليمين، إبراهيم أنداي بتعود الكرة للخلف لأم صلال، نبارك أيضا لنادي الريان ومسؤوليه ومنتسبيه بعد فوز فريق كرة الطائرة بنادي الريان بكأس السوبر على مستوى مختلف الألعاب، تميز وإنجازات وأرقام تسجل، هذا هو الريان. الكرة عادت للخلف لكسولة، نقل كرة في الجهة اليمين، بتعود الكرة للخلف مجددا، تحضير وبناء هجمة، محسن متولي في منتصف الملعب، محسن متولي يرسل كرة أقصى الجهة اليمين، ما زالت المحاولة قائمة، بتعود للخلف، خذوهات ممتازة، محاولة الكرة بعد ذلك إلى رمية تماس، تحولت لصالح نادي أم صلال. طبعا لدينا أربع فرق لم تخسر في هذه البطولة، أم صلال والريان والغرافة والخريطيات، الفرق الأربعة اللي ذكرتها لم تتلقى أي خسارة في كأس كيو اس ال. الكرة تحولت إلى رمية تماس لصالح أم صلال، كرة بتلعب إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس مجددا للفريق الذي يرى بأن الخروج بنقطة من هذه المباراة هي يعني نتيجة إيجابية بالنسبة له. إبراهيم أنداي كرة بتلعب في الجهة اليمين، اسماعيل إبراهيم بتعود الكرة للخلف في منتصف ملعب المباراة، بزمان خوبياري يعيد الكرة مجددا، عادل رحيلي نقلة أقصى الجهة اليسرى، لمسة للأمام، محاولة، هذه كرة خطيرة والتسديدة لكن سهلة، سهلة عند حارس المرمى، سهلة عند حارس المرمى، استلام هذه بهذه الطريقة وبعد ذلك التسديد، لكن التسديدة لم تكن بتلك القوة بل كانت في نفس الزاوية اللي كان يتواجد فيها حارس المرمى سعود مبارك. محسن متولي لتباتا، إذا أحبتي الكرام ما زال التعادل السلبي مستمر في هذه المباراة في الشوط الأول، لا جديد يذكر حتى الآن. غونزالو فيرا نقلة لتباتا تبعد من أمام تباتا والكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. هذا هو تباتا، سنوات من العطاء
والتألق والنجم الكبير بكل تأكيد في تشكيلة الريان. كسولة يرسل كرة للأمام، تعود لتباتا، نقلة أقصى الجهة اليسرى ممتازة، محاولة الآن للرهيب، انطلاقة وتقدم وكرة عرضية عالية تبعد من جانب مدافعي نادي أم صلال، وبعد ذلك تحولت إلى رمية تماس. رمية تماس تنفذ، كرة تصل لمحسن متولي بيحاول يمر، محسن متولي يا سلام على النقلة في هذا المكان وفي هذه المساحة. الكرة العرضية تبعد، تعود مرة أخرى، بازمان خوبياري يتقدم وينطلق، تبعد من أمامه، بتعود مرة أخرى للريان، تباتا عادت للخلف. إن استمر هذا الضغط بكل تأكيد بأن نادي الريان قادر على أن يسجل وقادر على أن يتقدم بنتيجة هذه المباراة في شوطها الأول. غونزالو فيرا لمسة في الجهة اليسرى، بتعود مرة أخرى في منتصف الملعب. غونزالو فيرا نقل كرة أقصى الجهة اليمين بعيدة كل البعد إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. رمية تماس رمية تماس تنفذ، تعود مجددا، الكرة تصل لتباتا، تباتا خطير بمشية ممتازة، سوريا سباستيان بيحاول، سباستيان بيمرر، تباتا تباتا توقع ما لا تتوقع من تباتا في مثل هذه الكرات وفي مثل ذلك المكان. الكرة بتعود مرتدة الآن لأم صلال، إبراهيم أنداي بيعيد الكرة للخلف، جواد حناش، تغيير اتجاه اللعب أقصى الجهة اليسرى، كرة مرتدة، ارتداد سريع او ارتداد بطيء من جانب لاعبي ام صلال، بتعود الكرة للخلف، نقل الكرة ناحية ابراهيم انداي، طالت على ابراهيم انداي وبالتالي عادت مجددا للريان. كرة اقصى الجهة اليمين محمد علاء، انطلاقاته وتحركاته في ذلك المكان تبقى مستمرة. محسن متولي، محسن متولي بيمرر، تبعد، تعود مرتدة مجددا، إبراهيم أنداي عادت للخلف، لمسة أمامية، كرة في الجهة اليمين لصالح أم صلال، مرتدة لكن تقطع، تقطع بشكل ممتاز وبالتالي عادت مرة أخرى. محسن متولي يقود هجمة الآن للرهيب، يمرر لسباستيان سوريا، حاول يسيطر على سباستيان سوريا لكن خط الدفاع يستمر متماسك، خط دفاع نادي أم صلال. كرة بتعود للخلف، نقل كرة أقصى الجهة اليسرى لصالح نادي أم صلال، عادت مرة أخرى في منتصف ملعب المباراة. محسن متولي، محسن متولي بيحاول، بيمشي كرة، انطلاقة للرهيب، لمسة للأمام لكن أيضا تبعد. بتعود للخلف، يستمر الضغط من جانب لاعبي نادي الريان. محسن متولي بيحاول، محسن متولي يتقدم، محسن متولي الكرة معاه، محسن متولي بيمرر ناحية تباتا لكن تبعد من أمام تباتا، تعود مرة أخرى. نقلة في الجهة اليمين، ماهر بيحاول، جواد حناش يقود المرتدة لكن لا يوجد أحد، لا يوجد أحد في الخط الأمامي من جانب لاعبي نادي أم صلال، وبالتالي بهذه الطريقة لو ظل تلعب شوطين ما راح تسجل بهذه الطريقة، لابد أن يكون هنالك مساندة في الخط الأمامي. هذه كرة للأمام لأم صلال، الكرة تعود مرتدة للريان، تباتا، الكرة فيها خطأ يحتسب، خطأ يحتسب لصالح نادي الريان.
كرة بتلعب من محسن متولي لمحمد على دانيال جومو. دانيال جومو الكرة معاه بيحاول بعيدة لمحسن متولي. سباستيان سوريا، سباستيان سوريا مشاها ممتازة لتباتا لكن ابعدت من امام تباتا. حاول ان يستعرض لكن محاولة استعراض فاشلة والكرة تحولت الى رمية تماس. رمية تماس تنفذ. نصل معكم احبتي الكرام الى اخر خمس دقائق لشوط المباراة الاول من هذا اللقاء. دانيال جومو يرسل كرة للأمام. كيربي تعود الكرة في الطرف الأيسر. دانيال جومو كسول الكرة معه، حاول أن يتقدم لتباتا مجددا. شوف الكثافة العددية والكبيرة جدا للاعبي نادي مصلات. سباستيان سوريا، سباستيان يحاول، تباتا خذوهات والكرة أيضا تبعد. ما زالت المحاولات مستمرة. الريان يبحث عن هدف المباراة الأول في هذا اللقاء. الكرة بتعود مرتدة الآن لأم صلال. خطأ يحتسب، خطأ يحتسب. خطأ ينفذ. شوط المباراة الأول إذن أحبتي الكرام في آخر أربع دقائق. يبقى سلبيا الريان له الأفضلية والضغط، وأم صلال ينجح بشكل كبير على مستوى خط الدفاع. لكن هذه كرة لتبات يرسل كرة الأمام والكرة أيضا تبعد، الكرة أيضا تبعد. كرة بتعود لغونزالو فيرا في منتصف الملعب. لمس الأمام تبات. كرة عادت مجددا في الجهة اليسرى. محسن متولي في الطرف الأيسر بيحاول يمر. محسن متولي الكرة ما زالت معاه بمشية ممتازة لسباستيان سوريا. سوريا الكرة تعود تنقل أقصى الطرف اليمين لمحمد علاء. محمد علاء يرسل كرة عالية لا توجد متابعة وبالتالي الكرة عادت ريانية مرة أخرى. كسولة، كسولة، تباتا، تباتا، تباتا. بتعود الكرة للخلف لغونزالو فيرا. يلعب المباراة أم صلال بنظام الكؤوس، بنظام خروج المغلوب. يلعب مباراة دفاعية بامتياز، بامتياز. لكن مثل هذه النوعية من المباريات ومثل يعني الفريق اللي يدافع بهذه الطريقة لابد أن يبقى صامدا حتى النهاية. كرة للأمام، عرضية تبعد لأن الريان لن يتنازل عن ثلاث نقاط هذه المباراة ويستمر في الضغط. ولكن أعتقد بأن أم صلال يجب عليه يعني على أقل تقدير أن نشوف شوط ثاني من جانب الفريقين، من جانب الفريقين يكون في كرة قدم جميلة. كرة تحولت إلى رمية تماس. رمية تماس لأم صلال تنفذ. الكرة تصل لبزمان خوبياري بعيد الكرة للخلف لعادل الرحيلي لحارس مرمى. كرة بتلعب لإسماعيل إبراهيم. نقل كرة أمامية تمر من أمام ماهر يوسف. كرة وصلت في منتصف ملعب المباراة. تعود مرة أخرى غونزالو فيرا لمحسن متولي. محسن ينقل كرة أقصى الجهة اليمين لدانيال جومو. الاختراق من العمق من الأطراف من كل مكان. ما زال الريان يحاول لكنه لا ينجح. الكرة بتلعب للأمام تبعد من جواد حناش. تعود مرتدة لأم صلال. عادت الكرة للخلف. إبراهيم أنداي بمشي كرة لماهر مع غونزالو فيرا.
يتفوق عليه ويبعد الكرة من أمامه. محسن متولي، محمد علاء في الجهة اليمين، الكرة عادت مرة أخرى. دانيال جومو، دانيال جومو يرسل كرة للأمام لكن الكرة تبعد من أمامه، بتعود مرة أخرى في منتصف الملعب مرتدة لمصلال. يا سلام على النقلة والكرة المرتدة الخطيرة، ورايا وتسل، رايا وتسل، تردد في اتخاذ القرار بشكل كبير من ماهر يوسف في الكرة اللي احتسب فيها التسل. دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضايع لشوط المباراة الأول. ميزة الشوط الأول أن اللعب لم يتوقف فيه بشكل كبير. هذه هي الكرة، ضربة ركنية لصالح نادي الريان، كرة بتلعب للأمام لكن تبعد، وصلت راية وتسلل. يعني أستطيع بأن أقول بأن محمود جابر ينجح في شوط المباراة الأول، ينجح في كيفية التعامل مع فريق يدرك بأن يهاجم وفريق لا يعرف أن يتراجع للخلف، وبالتالي هو يعني راسم سيناريو بأن فريق سيتعرض لضغط كبير جدا من جانب الريان. سيبدأ الريان مهاجما باحثا عن هدف المباراة الأول، وبالتالي في هذه اللحظات أحبتي الكرام تأتي صافرة نهاية شوط المباراة الأول لتعلن عن نهاية هذا الشوط بالنتيجة السلبية. في هذه اللحظات في تبديل أول في هذه المباراة، واللاعب الذي يترك أرضية الملعب هو اللاعب رقم 16 ماهر يوسف، وبالتالي الآن سيصبح لدى أم صلال قلبي هجوم. هنا نتحدث عن ساكبو وعن إبراهيم أنداي على أمل أن تتغير النتيجة ويتغير شكل هذا الشوط الثاني من المباراة، لأنني كما ذكرت شاهدنا شوط أول كانت فيه أفضلية كبيرة وواضحة جدا للريان من خلال السيطرة والاستحواذ الكبير على أغلب فترات شوط المباراة الأول، وهو الفريق الذي للتذكير يتواجد في صدارة ترتيب هذه المجموعة بتسع نقاط، يبحث عن فوز يصل به اليوم إلى يؤهل رسميا إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس كيوسل. الريان بنفس العناصر التي بدأت شوط المباراة الأول، لا تبديل من قبل السيد مايكل لاودروب، في المقابل تبديل وحيد بدخول ساكبو، وبالتالي التفكير في الهجوم، ولدينا كرة الآن. سباستيان سوري، عادل الرحيلي بيخلص، والكرة فيها خطأ يحتسب على سباستيان سوري، خطأ يحتسب على سباستيان سوريا في هذه الكرة وفي هذه المحاولة. دخول ساكبو بكل تأكيد سيعطي إضافة كبيرة جدا للخط الأمامي في تشكيلة نادي أم صلال، على عكس ماهر يوسف الذي حاول لكن أكيد بأنه يعني ليس بالقيمة الكبيرة التي وليس بالإمكانيات الكبيرة اللي يمتلكها ساكبو في خط المقدمة. سنشاهد ذلك في هذا الشوط الثاني. الكرة بتلعب للأمام، إبراهيم أنداي بتعود الكرة في منتصف الملعب، تدخل قوي على محسن متولي، والكرة فيها خطأ وبطاقة صفراء تظهر على اللاعب مبارك البريك، بطاقة صفراء ظهرت على مبارك البريك مع بداية هذا الشوط الثاني الذي هل تستمر فيه النتيجة سلبية كما هي عليه أم أنها تتغير؟ سنشاهد ونتابع في الدقائق القادمة. خطأ يحتسب لصالح نادي الريان، ينفذ كرة بتعود الخلف كسولة، غونزالو فيرا بتعود الكرة مجددا في منتصف ملعب المباراة. محسن متولي، محسن متولي يرسل كرة في اليمين لكن الكرة لن تصل بالشكل الصحيح بل كانت بعيدة جدا، وبالتالي الكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس للريان تنفذ لتباتا، تباتا بيحاول تبعد من أمام تباتا، والكرة تحولت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح نادي أم صلال الذي باعتقادي بأن طريقة لعبه في هذا الشوط الثاني لن تتغير كثيرا عما كان عليه الوضع في شوط المباراة الأول، ظل يعتمد على الكرات المرتدة
ويدافع بشكل أكثر من رائع، وسيستمر في ذلك باعتقادي من خلال هذا الشوط الثاني من المباراة. عدل الرحيلي لإبراهيم أنداي، جواد حناش، الكرة ترسل في الجهة اليمين لصالح صقور برزان، عادت لجواد حناش، جواد حناش يتقدم يرسل كرة للأمام، لكن الكرة وصلت سالة لكاسولا غونزالو فيرا، كرة في الجهة اليسرى، تقدم ومحاولة الآن لصالح نادي الريان، ما زالت المحاولة قائمة ومستمرة للرهيب، عرضية عالية والكرة تبعد وتتحول إلى ضربة ركنية بعد ذلك، ركنية لصالح الريان. فريق ما يميز بأنه دائما تجد من الفرق التي تهاجم وفريق لا يعرف التراجع للخلف على الإطلاق، ضربة ركنية للرهيب تبات على التنفيذ، تبات على تنفيذ الركنية، كرة ملعوبة تبعد من إبراهيم أنداي لتتحول مرة أخرى إلى رمية تماس تنفذ، تباتا بيعيد الكرة لمحسن متولي، محسن متولي عادت للخلف لكاسولا اللي بدوره بيمشيها لمحمد علاء في الجهة اليمين، محمد علاء والكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس، تحولت إلى خارج أرضية الملعب رمية تماس، إن سجل في مرمى أم صلال فإنه سيتخلى عن هذا الحذر الكبير في خط الدفاع وسيضطر لأن يهاجم ويتقدم إلى الأمام، لكن إن سجل باعتقادي فإنه سيكون الأقرب للفوز، ربما واحد من أفضل الفرق اللي منضبطة على مستوى التكتيك في الخط الخلفي نادي أم صلال في هذا الموسم، والدليل على ذلك بأنه واحد من أقوى خطوط الدفاع في بطولة الدوري. تباتا بيحاول، الكرة وصلت سهلة عند حارس المرمى اللي بدوره يرسلها بشكل سريع ناحية رامي فايز، الكرة تصل في الجهة اليسرى بتعود الخلف، عادل الرحيلي يرسل كرة للأمام، تباتا بيحاول، كرة عادت للريان ما زالت مستمرة، محاولة قائمة، الكرة ترسل في الجهة اليمين، محاولات وضغط متواصل بنفس السيناريو، بنفس السيناريو في شوط المباراة الأول يستمر في هذا الشوط الثاني. سباستيان سوريا، محمد علاء عادت للخلف، وصلت في منتصف الملعب ناحية اللاعب عبد الرحمن الكربي، ما زالت معه، يجد محسن متولي، محسن متولي وسط ضغط ومضايقة من جواد حناش، بتعود الكرة مرة أخرى، كاسولا لمسة، سباستيان، الكرة تبعد من أمام سباستيان سوريا والكرة إلى ضربة ركنية، تحولت أبعدت من أمام سباستيان سوريا وتحولت إلى ضربة ركنية، مصلال المباراة القادمة طبعا في بطولة الدوري ستكون أمام السد. تبات على تنفيذ الركنية العالية بتلعب، ما زالت خطورتها مستمرة وقائمة للرهيب في الجهة اليسرى العرضية والكرة إلى ضربة ركنية، جدار دفاعي صعب جدا اختراقه من جانب لاعبي أم صلال، وتراجع كبير مع بقاء بازمان خوبياري في الخط الأمامي وحيدا، ركنية للرهيب، تباتا يرسل كرة عالية، الكرة تصل لحارس المرمى، وصلت سهلة عند حارس المرمى، كرة ملعوبة، بازمان خوبياري، كرة ما زالت معاه بعيدة للخلف، جواد حناش، جواد لعادل الرحيلي، الكرة عادت مجددا،
وصلت في منتصف الملعب. طبعا ترتيب المجموعة الأولى، الغرافة في الصدارة بتسع نقاط والإخريطية الثانيين بسبع نقاط. لدينا كرة للريان الذي يبحث عن الوصول اليوم إلى النقطة الثانية عشر. دانيال جومو بيسدد، تباتا بيحاول، الكرة تبعد. لدينا طبعا الغرافة والريان، الفريقان اللي نجحا في الفوز في الثلاث مباريات وحصد التسع نقاط كاملة من ثلاث جولات ماضية. بينما يبقى أيضا الغرافة والريان الفرق اللي لم تتعادل. هل تكون نتيجة التعادل اليوم للمرة الأولى للرهيب من خلال هذه البطولة؟ كرة مرتدة عرضية عالية والكرة تبعد بشكل ممتاز. عادت مجددا لأم صلال، محاولة ما زالت قائمة. رامي فايز يمر، يا سلام على التقدم، ساقبو خطير، ساقبو خطير، ساقبو بيحاول يمرر وكرة لكن سهلة عند حارس المرمى. الريان بالمناسبة أيضا هو أقوى خط هجوم، أقوى خط هجوم في بطولة كاس كيوسل. بينما يبقى أقوى خط دفاع هو نادي الغرافة اللي استقبلت شباكه هدفين فقط. كرة بتلعب في منتصف الملعب، لمسة للأمام بتعود لتباتا، تباتا بيحاول، كرة لسباسيان سوريا والكرة تبعد إلى ضربة ركنية. الكرة تبعد إلى ضربة ركنية تحولت أو إلى ركلة مرمى. هذه هي الكرة اللي اصطدمت في سباسيان سوريا وتحولت إلى ركلة مرمى لأم صلال. الفرق اللي لم تتمكن من تحقيق أي فوز، لدينا السيلية ودحيل والعربي والسد، الفرق اللي لم تتمكن من أن تحقق أي انتصار في بطولة كيو اس ال. رمية التماس تحولت، هنا سيد محمود جابر بتعليمات وتوجيهات مستمرة. محسن متولي يرسل كرة بعيدة جدا مع محاولة طبعا استمرار الضغط والفرص والمحاولات ولا يجدون الحل. يبدأ الفريق يدخل في مرحلة وفي حالة من التسرع في نقل الكرة وبالتالي إضاعة الفرص. ساقبو، كرة ترسل للأمام، ساقبو بيحاول يمر، تبعد من أمام، بتعود مرة أخرى. غونزالو فيرا بيعيد الكرة للخلف، كرة تصل لغونزالو فيرا لكاسولا الذي يبحث بدورة عن التقدم. كرة بتعود مرة أخرى في منتصف الملعب، كاسولا ممتاز. محمد علاء في الجهة اليمين، ظهير أيمن أكثر من رائع، من مباراة لمباراة يستمر في مستواه ويصل لمرحلة أفضل. هذه كرة للريان وانطلاقة سريعة لكن كالعادة تبعد وتقطع، تعود مرتدة. بازمان خوبياري يرسل كرة لرامي فايز، البحث عن ساقبو لكن الكرة برا إلى خارج أرضية الملعب. رمية التماس، رمية التماس للريان. إذا أحبتي الكرام متابعينا عبر قنوات الكاس أينما كنتم، لا جديد يذكر حتى الآن في هذه المباراة. تستمر النتيجة الواضحة والمسجل أمامك، نتيجة التعادل السلبي، علما بأن أم صلال من 30 مباراة خاضها في كاس كيو اس ال عبر كل مشاركات عند الثلاث حالات تعادل سلبي فقط. كرة ملعوبة، تباتا بيحاول، محسن متولي، يا سلام على التمريرة والكرة العرضية لكن بعيدة بعيدة بعيدة، والكرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى تحول. كانت أسرع منا، أطول منا، لكن التمريرة والأجمل في هذا المكان وبالتالي طالت وتحولت إلى ركلة مرمى لصالح نادي أم صلال.
طبعا نادي الريان على مستوى هذه البطولة عند حالة تعادل سلبي واحدة فقط، كانت أمام السد في موسم 2011-2012 لهذه البطولة، وعند أو حالتي تعادل أيضا أمام الإخريطيات تعادل في 2010، وبالتالي قد تسجل حالة التعادل الثالثة سلبيا للريان في بطولة كيو اس ال. لكن لدينا كرة الآن، محاولة لسباستيان سوريا بمرر والتسديدة، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. اتهيأت في مكان أكثر من رائع من سباستيان سوريا، لكن التعامل معها من اللاعب عبد الرحمن الكربي ربما لا يجيد التعامل مع الكرات في هذه المنطقة وفي هذا المكان. لودروب سيبحث عن إيجاد حل وإيجاد واحد من الحلول في الدقائق القادمة من عمر هذه المباراة من أجل أن يخرج بثلاث نقاط تضع في وضعية الفريق الذي سيحجز مقعد أول، لكن أم صلال يرفض ذلك. بزمان خوبياري يحاول، غونزالو فيرا يعود ويغطي، بتعود الكرة مرة أخرى مرتدة للريان. محسن متولي، محسن متولي يرسل كرة الأمام سباستيان سوريا، سباستيان سوريا واحد على واحد، أو أصبحت الآن الكفة متساوية من حيث اللاعبين. سباستيان سوريا يبحث عن حل فردي، سباستيان سوريا وحيدا يحاول، الكرة معاه ما زالت. يا سلام على النقلة في هذا المكان، لكن ما كان فيها تفاهم. سباستيان سوريا في هذه الكرة يعني هو لم يكن تمريرته لم تكن لدانيال جوما، بل كانت لمحمد علاء، كانت رايحة لمحمد علاء، كان ممكن تكون أخطر لو وصل إليه محمد علاء، لكن على أي حال الكرة كانت بعيدة، وبالتالي الكرة تحولت إلى ركلة مرمى لأم صلال. نقطة يصل فيها إلى حاجز الست نقاط نادي أم صلال، أفضل من خسارة بالنسبة لي، يتجمد فيها رصيدة عند الخمس نقاط أكيد. كرة ملعوبة في الجهة اليسرى للرهيب، مرور، تقدم، انطلاق، ما زالت عرضية تبعد من تباتا، تبعد من أمام تباتا. هذا هو عادل الرحيلي المدافع الواضح أمامك، 26 سنة، أول موسم مع مصلى القادم من الكويت لكويتي، لعب ايضا هنالك في المغرب للجيش الملكي، مدافع ممتاز واضافه في خط الدفاع في تشكيله ام صلال بكل تاكيد. كره ترسل امام نحت ساقبو، تعود لمحمد علاء، وصلت لدانيال جومو، تمريره ممتازه، نقل الامام تباتي والهجوم المرتد، الكره في الطرف الايسر لصالح نادي الريان، تمريره تبعد والكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية. لودروب يفكر ويبحث عن حل، يبحث عن حل، وبالتالي يقوم بالإحماء في هذه اللحظات حمد الله واللاعب كوم يونغ اللاعب الكوري الجنوبي. كرة بتلعب عرضية عالية، والكرة سهلة عند حارس المرمى، سهلة عند حارس المرمى. هل يسحب سباستيان سوريا أو يسحب اللاعب بارو بابو، يستغني عن خدماته في الدقائق القادمة من أجل إعطاء قوة أكبر لصاحب الحل دائما حمد الله. كرة بتعود للخلف لأم صلال، نقلة للأمام كاسولا، محسن متولي بيمر الكرة في الطرف الأيسر بشكل ممتاز، محاولة للريان بحث عن المرور، ما زالت عرضية لكن وصلت أيضا سهل. كل الكرات مشابهة للكرات اللي شاهدناها وللفرص اللي شاهدناها في الشوط الأول. كرة ملعوبة للأمام، خطأ يحتسب لأم صلال، الفريق الذي
لن يستغني ولن يتخلى عن هذه الطريقة وهذا الأسلوب. بالنسبة له إن سجل فهو مكسب كبير وثلاث نقاط غالية وثمينة، وإن تعادل فهو راضي بكل تأكيد بنقطة. محاولة الآن لصقور برزان، يبحثون في هذه الكرة، لمسة يا سلام، العرضية ممكن والكرة تبعد وخطيرة جدا الكرة الماضية، بتعود المرتدة. محسن متولي يتقدم، محسن متولي ينطلق، كرة للريان، انطلاقة سريعة، البحث عن تباتا، الكرة تصل لتباتا والكرة الأمام لسباسيان سوريا، لكن التغطية الدفاعية أتت في توقيت مثالي جدا لتعود مرة أخرى لصالح المصلال. دانيال جومو تبعد من امام محسن متولي والكره فيها خطا. خطا يحتسب للريان. هذا هو محسن متولي، خطا ينفذ بشكل سريع. اذا الحل القادم للاودروب هو حمد الله في الدقائق القادمه من عمر هذه المباراة. الكرة تصل لدانيال جومو، لمحمد علاء في الجهة اليمين، محمد علاء يعيدها لمحسن متولي، محسن متولي لكسولة، كسولة في منتصف ملعب المباراة، لمسة لتباتا، تباتا بيحاول، تباتا يمرر لسباستيان سوريا بيسدد، لكن استماتة من قبل خط دفاع في تشكيلة أم صلال، ويبقى الجدار ثابتا، يبقى الجدار ثابتا من جانب لاعبي نادي أم صلال، وخط دفاع قوي جدا. ونحن نصل للدقيقة 65 في هذا الشوط الثاني. ركلة مرمى الريان، طبعا عنده 31 هدف في هذا الموسم في البطولتين، في بطولة دوري نجوم كيوانبي وفي هذه البطولة، مجموع ما سجله هو 31 هدف. الرهيب الذي سيواجه نادي غلطة سراي التركي في يناير المقبل ضمن احتفالات النادي باليوبيل الذهبي لتأسيس احتفالا بمرور نصف قرن على تأسيس هذا الصرح الكبير والكبير جدا. وهنا لدينا بطاقة صفراء تظهر على اللاعب عمر يحيى، بطاقة صفراء تظهر على عمر يحيى. بالإضافة طبعا لتواجد أيضا نادي غلطة سراي التركي الدوحة التي ستشهد توافد العديد من الأندية الأوروبية عليها خلال فترة توقف الدوريات في أوروبا منتصف كل موسم بمناسبة أعياد الميلاد ونهاية العام من أجل مواصلة استعداداته واستحقاقاته المقبلة في ظروف عمل مثالية. بكل تأكيد البايرن ميونخ البفاري الكبير سيكون متواجدا، وقبل ذلك طبعا هنالك أندية كبيرة تواجدت في الدوحة، اليونايتد، إيفرتون، الإنجليزيين، وشالكا الألماني وغيرها من الفرق الكبيرة. الكرة تصل في الجهة اليسرى، محسن متولي يحاول في هذه الكرة، متولي بيمرر لكن الكرة تبعد من أمامه، عادت مرة أخرى وصلت في الجهة اليسرى للريان، محاولة قائمة عرضية والكرة تبعد، الكرة تبعد، بتعود مرة أخرى في الطرف الأيسر. لاعب من الريان يقابل ثلاث لاعبين من أم صلال في كل هجمة، في كل لقطة، في كل كرة. يا سلام على هذا الانضباط الكبير للاعبي أم صلال. ربما فريق لا يقدم المتعة، ولكن بالنسبة له الأهم هو أن يفوز أو أن يخرج بالنتيجة التي يريدها. كرة في الجهة اليسرى، الكرة تحولت إلى ضربة ركنية. تبديل يأتي في هذه اللحظات. نعم كما توقعت، بارو بابو يترك أرضية الملعب، وهداف الفريق حمد الله يشارك في هذه اللحظات من أجل إعطاء الإضافة القوية في الخط الأمامي. ركنية، ركنية للريان. تباتا يرسل كرة عرضية تبعد، تعود مجددا إلى ركنية أخرى. تنفذ بشكل سريع، بتعود تباتا بيمرر، هذه كرة تسديدة
والكرة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت بعد ذلك إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح أم صلال. هذه التسديدة من اللاعب عبد الرحمن الكربي اللي اتيحت له الفرصة في أكثر من مرة من هذا المكان، لكن يعني لا يملك تلك القدم القوية. ولدينا تبديل أيضا من جانب نادي أم صلال، اللاعب الذي يترك أرضية الملعب هو اللاعب رقم 20 مبارك البريك. مبارك البريك يترك أرضية الملعب، وعادل العلوي هو من يشارك، أو عادل العلوي يشارك في هذه اللحظات في هذا التبديل. عمل المدربين يبدأ في هذه اللحظات من أجل تغيير النتيجة. حمد الله بيعيد الكرة للخلف، غونزالو فيرا، كاسولا، محمد علاء، عادت لكاسولا مرة أخرى لمحسن متولي، بتعود الكرة للخلف، تغيير اتجاه اللعب أقصى الجهة اليسرى، غونزالو فيرا، غونزالو فيرا الكرة معه، شيها ممتازة، محسن متولي في منتصف ملعب المباراة. وصلت الآن لتباطى الله على النقلة والتمريرة، عادل الرحيلي بيخلص، والكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. حمد الله تبعد من أمامه، بتعود مرة أخرى، عادت للخلف، نقل الكرة للأمام حتى ساكبو، خطير لو استلمها، سريع وبنية جسمانية قوية جدا، في صدام مباشر مع كاسولا في هذه المباراة. بتعود الكرة لخوبياري، يسقط ويكسب خطأ. خطأ يحتسب في هذه اللحظات لصالح نادي أم صلال، وعلى تباتا عادل الرحيلي، نقل الكرة في الجهة اليسرى لصالح نادي أم صلال، نقل الأمام لم تصل بالشكل المطلوب، وصلت لغونزالو فيرا. حمد الله بيسيطر لمحسن متولي، محسن متولي بمر، تباتا بيحاول، الكرة عادت مجددا في منتصف ملعب المباراة. خوبياري، خوبياري، كرة لأم صلال، تمريرة، والكرة أيضا تبعد، تعود المرتدة، محسن متولي، نصل معكم أحبتي الكرام إلى آخر 19 دقيقة من عمر هذه المباراة التي ما زالت نتيجتها واضحة أمامك، 0-0. التعادل السلبي يفرض نفسه، والريان يحاول أن يكسر حاجز هذا التعادل. سباسيان سوريا، يا سلام على التمرير الرائع لمحمد على في هذا المكان، كرة للريان وعرضية، لكن الكرة أيضا تبعد، تعود مرة أخرى، جواد حناش، بازمان خوبياري، تغيير اتجاه اللعب أقصى الجهة اليسرى، الرامي فايز، رامي فايز في الجهة اليسرى، بتعود لإبراهيم أنداي، والكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، رمية تماس. كرة تعود للخلف، هذه خطيرة لو خطفها حمد الله، لكن تبعد من أمامه، لم ينجح اللاعب بارو، وبالتالي لاودروب رأى بأن حمد الله لابد أن يشارك، يشارك حمد الله، لكن لم تتغير النتيجة. وأم صلال في مثل هذه الكرات لا شك بأنه قادر، ساقبو في الجهة اليمين تبعد من أمامه، تعود مرة أخرى للخلف، سباسيان سوريا، دانيال قوم، كرة للأمام تبعد من أمام حمد الله،
بتعود مرة أخرى جواد حناش يعيد الكرة للخلف، لمسة في منتصف ملعب المباراة، نقلة أقصى الجهة اليسرى، تمرير الكرة بشكل ممتاز، مرتدة الآن سريعة لأم صلال، نقلة في الطرف الأيسر لرهيم أنداي، بتعود مرة أخرى بزمان خوبياري، التقدم والانطلاق وتمرير كرة في الجهة اليمين لأم صلال، كرة ومحاولة الآن ما زالت مستمرة لكن بعيدة كل البعد إلى ركلة مرمى تحولت، ركلة مرمى تحولت، هذه هي الكرة حمد الله، لقطة طريفة بين حمد الله وعادل الرحيلي في الكرة الماضية، هذه هي اللقطة، كرة بتلعب يا جماعة، نبغي هدف، لا يهم من أي من سيسجل، المباراة تحتاج لهدف، الريان يحاول وأم صلال لن يتخلى عن هذه الطريقة كما ذكرت، قل لك نخرج بنقطة أفضل من أن نخرج خسرانين أمام الريان، خطأ يحتسب لصالح أم صلال، هذه طبعا لمسة اليد الواضحة على دانيال جومو، ربع ساعة أخيرة أحبتي الكرام في هذه المباراة، لاودروب جواد حناش، تبعد بتعود مرة أخرى، تبعد من أمام تباتا والكرة فيها خطأ يحتسب لصالح تباتا، خطأ يحتسب لصالح تباتا، تباتا ينفذ الخطأ، كرة الأمام والكرة خطيرة جدا لكن الكرة بتضيع، بتعود مرة أخرى ساقبو والمرتدة، ساقبو يتقدم بمر الكرة في الجهة اليمين، بزمان خوبياري ينطلق لأم صلال، انطلاقة سريعة وتقدم ومحاولة لكنه يضطر للعودة مجددا، جواد حناش ارتكاز اليوم نشاهد جواد حناش ويجيد طبعا اللعب كقلب دفاع وكلاعب وسط ارتكاز، بزمان خوبياري كرة في الجهة اليمين بتعود مجددا، لمسة أقصى الجهة اليمين لكن بعيدة كل البعد، تحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، في تبديل قادم، هذه هي الكرة وهذه هي المحاولة، راحت عليك يا سباستيان سوري وهو الذي لا يضيع كثيرا في مثل ذلك المكان، في تبديلين قادمين، تبديل من جانب أم صلال وتبديل من جانب الريان، كرة ملعوبة، محمد علاء في الجهة اليمين، بتعود الكرة للخلف، نقلة، لمسة ناحية سباستيان سوريا تبعد من أمامه والكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب، نشاهد التبديل، إذن اللاعب الكوري الجنوبي كوم يونغ يشارك بديلا لدانيال جومو، هذا هو كوم يونغ، وتبديل أيضا سيأتي من جانب أم صلال بخروج اللاعب على ما يبدو لبزمان خوبياري ودخول اللاعب إسماعيل محمود، اللاعب رقم 70 إسماعيل محمود يستعد للمشاركة، عمل المدربين في هذه اللحظات، تبديل يقابل تبديل، من يتفوق على الآخر في النهاية؟ رمية التماس تنفذ، الكرة تعود مجددا في منتصف ملعب المباراة لكاسولا اللي بدوره يرسلها لمحمد علاء لمحسن متولي، عادت للخلف، تعود مجددا، وصلت لغونزالو فيرا، سباستيان سوريا
عادت في منتصف الملعب. كاسولا يمرر سباستيان سوريا، تبعد قبل أن تصل لتباتا، أعادت للخلف، عادل الرحيلي نقلة للأمام، والكرة بعد ذلك تحولت إلى رمية تماس لصالح نادي أم صلال. يلعب بطريقة الطليان اليوم نادي أم صلال، الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع، لكن المهم أن نصل إلى ما نريد. هكذا هم يفكرون في هذه المباراة. إبراهيم أنداي يتقدم. إيطاليا التي خسرت مباراة الذهاب أمام السويد في الملحق، وستنتظر بكل تأكيد الجماهير العاشقة للمنتخب الإيطالي مباراة الإياب المنتظرة بكل تأكيد، وتخشى ما تخشاه أن يغيب المنتخب الإيطالي الكبير عن التظاهرة الكروية الكبيرة جدا منذ آخر غياب في السويد. طبعا آخر مرة لم تتواجد في إيطاليا في بطولات كأس العالم. كرة ملعوبة في منتصف الملعب للريان، خطأ يحتسب. محسن متولي، هذه هي الكرة اللي احتسب فيها خطأ طبعا على تباتا. كرة للأمام، حمد الله، حمد الله، حتى لو موه يسجل، حتى لو موه يسجل، ما يحتاج يقوم بأي شيء، هو بس موه حمد الله. هدف المباراة الذي يسجل بعد طول انتظار للرهيب عن طريق تمريرة من تباتا، هذه متفاهمين عليها قبل المباراة. تباتا وحمد الله، راح نشوف الإعادة، راح نشوف الإعادة بأقل مجهود، بس تمويه من حمد الله يسجل الريان هدف طال انتظاره بالنسبة لهم. شوف التمريرة الذكية، شوف التمريرة الرائعة، شوف محسن متولي وشوف حمد الله. محسن متولي هو اللي مرر وحمد الله هو اللي موه، والريان يتقدم في هذه اللحظات بهدف فيه ما فيه من الذكاء، فيه ما فيه من الذكاء من حمد الله ومن متولي. 1-0 للريان في هذه اللحظات. شوف التمريرة الذكية، شوف التمويه من حمد الله، يعني يدوب لمسة، ما توقع حتى لمسها، ما لمسها، يعني لمسة بسيطة جدا. 1-0 يتقدم الريان ويسجل في هذه اللحظات. هذه جديدة يا حمد الله، لاعب يسجل بتمويه من دون أن يلمس الكرة، هذه طريقة جديدة في التسجيل. رمية تماس لصالح أم صلال، هدف يأتي متأخرا في الدقيقة 80 بعد شوط حقيقة، يعني مباراة كانت دفاعية بامتياز من جانب أم صلال، وبالتالي هذا الفوز سيصل بالريان كما ذكرت إلى النقطة 12. رمية تماس تنفذ، الكرة بتلعب تبعد، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس مجددا لأم صلال، كرة ملعوبة. بتعود مرتدة، تباتا يرسل كرة لسباستيان سوريا، انطلق سباستيان سوريا أمام عادل الرحيلي، سوريا بيحاول واحد على واحد، مشاها حمد الله، حمد الله، حمد الله، حمد الله بيحاول، ما زالت معاه، لكن تلاعب المدافعين واللمسة الأخيرة في النهاية ضاعت على حمد الله وضاعت فرصة الهدف الثاني. الكرة تعود مجددا لأم صلال، الكرة تنقل في الجهة اليمين. إبراهيم أنداي بتعود الكرة، جواد إحناش. الريان في نصف نهاية هذه البطولة حتى الآن بهذه النتيجة قبل مواجهة العربي في الجولة الأخيرة من بطولة كأس كيو إس إل، وقبل مواجهة العربي في الجولة القادمة من بطولة دوري نجوم كيو إم بي. حمد الله في منتصف الملعب يحاول أن يتقدم أمام جواد إحناش، بتعود الكرة للخلف، كوم يونغ، عادت الكرة مجددا، غونزالو فيرا
نقلة في اليمين لمحمد علاء، محسن متولي بيحاول، غونزالو فيرا ترسل للأمام سباستيان سوريا، الله على الون تاتش، الله على اللمسة من حمد الله، كرة فيها خطأ، خطأ يحتسب وبطاقة ربما تظهر، وأتوقع بأن عادل الرحيلي كان عنده بطاقة في الشوط الأول. شاهد القرار من حكم المباراة 83 دقيقة حبتي الكرام. هذه هي الكرة، نعم البطاقة الحمراء تظهر في هذه اللحظات، ويطرد اللاعب والمدافع عادل الرحيلي بعد الشد اللي كان واضح والتدخل على حمد الله. هذه هي الإعادة، سباستيان سوريا يترك أرضية الملعب في هذه اللحظات، وهنا الإعادة لكرة حمد الله. دخل وغير صورة وغير النتيجة، وشوف اللاعب قيمة اللاعب الكبير، وحال الطرد في أم صلال، وبالتالي يعني عمل قلق، عمل قلق حمد الله بعد دخوله. هذا هو سباستيان سوريا الذي يترك أرضية الملعب، واللاعب الذي يشارك كرة تبات بيسدد، والكرة مرت بجوار القائم اليمين. اللاعب الذي يشارك هو سعود فرحان، سعود فرحان هو من يشارك في هذا الشوط الثاني في هذه اللحظات، وخروج سباستيان سوريا. ونحن نصل معكم احبتي الكرام متابعينا عبر قنوات الكاس أينما كنتم إلى الدقيقة 86 في عمر هذه المباراة. الكرة تصل لساكبو، دخل في الشوط الثاني لكنه لم يقدم يعني الكثير، ولم يغير الكثير في خط المقدمة، لأن الكرات لم تصل له في الأساس. كرة ملعوبة، كرة بتلعب، بتعود مرة أخرى إبراهيم أنداي في منتصف الملعب. محاولة الآن اليوم مصلال ما زالت مستمرة، وهذه فرصة وتمرير كرة الأمام لكن تقطع لتعود المرتدة. تباتا انطلق، تباتا تقدم، تباتا مرر، حمد الله خطفه، حمد الله خطفه، حمد الله بيحاول، الله على التمرير اللي متولي، والكرة تبعد قبل أن تصل لمحسن متولي. تعود لحارس المرمى، تنقل في الجهة اليسرى، تباتا حاول أن يخطفها ولكن لقطة يستعرض فيها عمر يحيى، والكرة تعود مرتدة لأم صلال. كرة للأمام، خذوا هاد بشكل ممتاز، كرة مرتدة الآن لصالح الرهيب. تباتا يتقدم، تباتا بيمرر لكن تبعد، والكرة عادت مرة أخرى. الريان يقترب بهذه النتيجة كما ذكرت، ليكون أول الواصلين وأول بطاقة تسجل باسمه في نصف نهائي كأس كيو اس ال. الكرة لساكبو، بيمرر ساكبو، محاولة والكرة تبعد، وفيها خطأ يحتسب، خطأ يحتسب لصالح أم صلال. هذه طبعا اللقطة والمحاولة اللي شاهدناها في الكرة الأخيرة، وهنا اللقطة التي خدع فيها تباتا وقام بدور يعني أمامه، تم الاستعراض أمامه، وهو ملك الاستعراض في الريان، وهو النجم الذي بكل تأكيد في التواجد دائما الإضافة الكبيرة، لكن لدينا خطأ وكرة من مسافة بعيدة، وخلفها ساكبو، خلفها ساكبو، كرة من مسافة بعيدة، وهو عنده قدم ما شاء الله
هو عنده قدم قوية، وبالتالي كرة ستشكل خطورة على مرمى الريان. نشاهد ونتابع ساقبو يتقدم بسدد، والكرة مرت بجوار القائم الأيمن بعيدة جدا إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. هذه تسديد الساقبو بعيدة بعيدة وما كان فيها تركيز وما فيها دقة، لذلك تحولت إلى ركلة مرمى للريان في هذه اللحظات. ونحن نصل معكم أحبتي الكرام إلى الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني في هذه المواجهة. الريان كان الطرف الأفضل والمبادر بالهجوم في كل لحظات المباراة، ونجح في التسجيل بعد أن نزل عبد الرزاق حمد الله بهدف فيه ذكاء كبير وكبير جدا من حمد الله ومن متولي، والهدف يحسب للاثنين، الهدف يحسب للاثنين. محسن متولي، كرة بتعود الخلف، كوم يونغ، تباتا لكوم يونغ مرة أخرى لمحسن متولي في منتصف الملعب، كسولة، متولي، محمد علاء في الجهة اليمين، بتعود مرة أخرى للخلف، تحضير وبناء هجمة ريانية، كرة في الطرف الأيسر كوم يونغ لتباتا، عادت مرة أخرى متولي، الكرة معاه لحمد الله، التمريرات والنقلات من جانب لاعبي نادي الريان فيما بينهم في هذه اللحظات، بتعود الكرة للخلف لحارس المرمى اللي بدوره يرسلها بشكل رائع جدا. ثلاث دقائق لدينا وقت محتسب بدل ضايع لشوط المباراة الثاني. تباتا حمد الله واحد على واحد بيحاول الكرة معاه، مشالي تباتا خذوهات في هذا المكان لكن تبعد، بتعود لي كوم يونغ، كوم يونغ لمحمد علاء في اليمين، لتباتا، لمحسن متولي، طالت على محسن متولي وابعدت من امامه لتعود لأم صلال في هذه اللحظات. ابراهيم انداي بيمرر الكرة للامام، بتعود الكرة في الجهة اليسرى، نقل كرة أمامية في الطرف الأيسر، محاولة الآن لصالح أم صلال ما زالت قائمة، تمرير كرة، إبراهيم أنداي بيحاول بيمرر كرته في الجهة اليمين بشكل أكثر من رائع، الكرة العرضية وهذه الفرصة لكن مرت من أمام الجميع، ولدينا لاعب ساقط على أرضية الملعب، اللاعب رامي فايز، مجهود كبير ومجهود مضاعف بكل تأكيد لهذا اللاعب الذي باعتقادي بأنه في كل مباريات أم صلال يكون حاضرا حضور ذهني وبدني كبير جدا على مستوى مختلف المباريات. هنا طبعا الإعادة للكرة الأخيرة والفرصة الأخيرة لأم صلال، دقيقتين على النهاية أحبتي الكرام، كرة ترسل من تباتا لحمد الله بيحاول رزاق، حمد الله يتقدم، كرة معاه تبعد من أمامه، تعود مجددا في الجهة اليمين، إبراهيم أنداي، أنا باعتقادي بأن أم صلايل لكي يحافظ على المركز الذي يتواجد فيها والعودة للمربع الذهبي يجب عليها أن يتخلى نوعا ما عن هذا الحذر المبالغ فيه بغض النظر عن ظروف هذه المباراة، لكن أتحدث عن المباريات القادمة يجب عليها أن يهاجم قليلا. الكرة لحمد الله بيحاول من بين اثنين يمر، بيعيد الكرة للخلف، كوم يونغ، محمد علاء، بتعود الكرة، كوم يونغ، متولي، يا سلام على التمريرات والنقلات، حمد الله بيمشي كرة للأمام، سقوط ومطالب بخطأ لكن حكم المباراة أقرب من الجميع، جواد حناش بيعيد الكرة للخلف، ومعها سيداتي أنساتي سادتي أحبتي الكرام متابعينا عبر قنوات الكاس، انتصار الرهيب.